وش قلت؟ الضيف مشهد على نمر؟ اي بالله. واو يا ابو حقاب، وصار لك صيت بين العربان، ما خلها تدوم لك يا ولد عمي، والله والله بسماعي العالي ما خلها تدوم لك. شبلي ايش قول يا حمود. الضيف مشهد على نمر يا شبلي. اي بالله انه مشهد على نمر. انت ما فهمت قصدي. ها اي عليني فهمت عليك. اي بالله سبع. اي بالله تفضل يا شيخ تفضل.